حلو، اسمك سارة. نعم. تشرب بيك. ايش؟ انت راح يعني هذا اللقاء يختلف عن البقيه باعتبارك ماجستير هندسه. نعم. صار لك قد تتعاطين؟ 7 سنوات. زين، شلون تدرسين شلون تتعاطين؟ لان بديت بكميات كلش قليله، فتره الامتحانات مثلا كنت اقلل، لان هي لازم تنزل تدريجيا، اوكي، على مود ما يصير عرض انسحاب. فكنت انزل مثلا من الشريط للحبايتين مثلا بيوم الامتحان، وارجع بالعطله اصعد شنو تتعاطين؟ ادويه. يعني شنو نوع الادويه؟ كل هالادويه تتعاطيها؟ كم حبايه باليوم؟ 70. 70 حبايه باليوم؟ ما ضربت معدتك؟ لا. زين، هاي ايش قد تكلفة 70 حباية باليوم؟ تقريبا الشريط 14,000. والشريط كم حباية؟ 14. والسبعين ايش قد لازم فلوسها باليوم؟ مين تجيبين؟ البابا يدري؟ لا، يعني اوكي، يدري انه اجيب ادوية، بس ما يدري انه وش يسوي. شنو اللي خلاش تجين هنا؟ منو اللي جابك؟ هو اكيد انه اترك واتغير، وانه ان شاء الله انه اول ما تخلص على الفترة انه يقدم على الدكتوراه، يعني اقدم واني جسمي نظيف، جسمي خالي من هاي الادوية، دماغي صافي، حياتي متغيرة، اهلي راضين علي. حصلتي على هذا التغيير؟ صار لك كم يوم هنا؟ 12 يوم. اكو فرق؟ اكيد هواية. هواية؟ شنو الفرق؟ يعني اللي كنت تاخذهن 6 اشهر طايف، صار نفس حبايتين او حبايه. من 70 حباية إلى حبايتين، أكو فرق بالتفكير، بالنوم، بالأكل؟ أكيد. تدرين هذا الشيء، والإرادة والقرار شيء ثاني. أنت مقررة؟ أكيد. عازمة؟ 100 100. راح توعديني؟ وعد. من حقك تجاوبين ومن حقك ما تجاوبين. منو السبب اللي خلاك تدمنين؟ ابن عمتي هو اللي خلاك؟ شلون؟ انه حكيت له قصة الطبيب، وانه ما فادتها الادوية، كان يكتب ليها الطبيب بوصلة طبية. طبعا يعني بالمناسبة الادوية كل اللي اخذين بدون وصفة طبية، يعني ماكو، يعني انطوها الصيدليات هيج. هذا هم نوع من الانواع اللي يخليك تروح تشترين وبسهولة. زين سارة، أذيتي نفسك؟ ضربتي نفسك؟ يمتى؟ هواية. تأذين نفسك؟ يمتى؟ من الألم النفسي يسيطر على الألم الجسدي. ولو هاي المعلومة هي المفروض ما أقولها، يعني عند تخلي الدماغ ما يركز بألمك النفسي، فتضرب بنفسك مثلا على دماغك يركز بجسمك مو بنفسك بروحك. وأذيتي نفسك هواي؟ شنو سويتي؟ تجرح بنفسي يعني. بشنو؟ بالشفرة. وما تتألمين؟ يعني بكتها صراحة إن من قوة الألم النفسي. لا، ما أتألم. نعتبر هذا كله راح؟ ايه. ونلتقي بيك مرة ثانية وانتي دكتورة ان شاء الله.